رح نبدأ فيها اليوم من على العمل التطوعي، ورح ننشط مشروع بادر التنموي خلال شهر رمضان المبارك، ونوجه مؤشر الحديث نحو سكبة رمضان بموسمة الخامس. للحديث أكثر حول هالموضوع رح يكون صباحنا غير مع دانا روماني، مديرة العلاقات العامة بمشروع بادر التنموي، وعلاء القزاز المسؤول الإعلامي بمبادرة سكبة رمضان. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباحك أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. رمضان كريم يا رب. دانا، سكبة رمضان دخلتوا فيها بموسمة الخامس، كان لكم بصمة كتير كبيرة بشهر رمضان المبارك، خبرينا عن هالمبادرة اللي عم تقوموا فيها. هلا اكيد نحن للسنه الخامسه عم نطلق مشروع بادر التنموي، نحن عم نحاول نتوسع اكثر واكثر بدمشق وريفه، وهالسنه موجودين بالمنطقه الساحليه وبسويدا. عم نحاول نصل للاشخاص الاكثر تضررا عبر داتا موجوده عندنا بتعاون مع وجهاء والمخاتير الاحياء، على اساسها بنصل للاشخاص يلي ما لها قدرانه هي انه تامن لقمه عيشها بسبب الظروف الصعبه اللي عم تعيشها. والسكبة بمفهومها الشعبي فينا نقول هي عادة متوارثة بين الأجيال. لما نحن بنسكب سكبة صغيرة من نغص لجارنا إنه نحن حابين ندوقك شيء من أكلنا من طبخنا، نخلي البركة تعم أكثر بالمائدة عنده. فهي الفكرة الأساسية اللي نحن بنعتمد عليها. فنحن ضمن هاي الظروف أكيد كتير بحاجتها، هي عادة حلوة نضل محافظين عليها ونضل عم نتنقل من جيل لجيل. من خلال يعني العنوان يلي اخترتوه او الاسم سكبة رمضان، قديش حسيتوا انه فعلا انتم عم تقدروا ترجعوا هي العاده وتنشروها بين العالم، خصوصا يعني بفتره نحن فقدناها بلحظه من اللحظات؟ صحيح. للسكبه. صحيح. هلا اجمالا عم نحاول انه نوسعها اكثر واكثر، هي بذره صار لها عمرها 5 سنين عم تحاول تنتشر اكثر واكثر، عم تكبر اكثر واكثر، صار في من هي المبادره كثير مبادرات، كثير هذا الشيء حلو، شيء بيشجع انه نحن فعلا حققنا الدور اللي بيتحققه السكبه بموضوع التكافل الاجتماعي، موجودين بالمجتمعات المحليه اللي هي فعلا محتاجه. كل المبادرات اللي قائمه بهالمجال هي عم تكمل بعضها كرمال نصل للعالم اكثر. تمام. علاء، اليوم يعني اكيد عم يتم التحضير قبل ما يبلش شهر رمضان المبارك لموضوع سكبة رمضان، ان كان بالمواد الاوليه ام كان حتى باليد العامله، كيف عم تحضروا لهالمشروع؟ لا اكيد نحن عم نحضر، انه مثلا نحن عندنا دوامنا انه من الساعه 12 لهالساعه 6 بتجينا التبرعات، يعني قبل الساعه 12 من خلال المتبرعين بيكونوا احيانا افراد او اشخاص عاديين او منظمات. بيبلش شغلنا من 12 ل 6، بيجونا المتطوعين بنستقبلهم. اول شيء عندنا نحن 5 اقسام بمطبخنا. شو هن الاقسام؟ اول شيء عندنا نحن مطبخ قسم الاستقبال، بيتم في استقبال المتطوعين وتسجيل اسماء اللي تكون عندنا الداتا من العدد اللي وصلنا له. القسم الثاني عندنا قسم المطبخ اللي بيتم فيه طهي الوجبات. ثالث قسم في عندنا قسم التبريد والتعبئه. القسم الرابع والخامس هو القسم التقطيع والنقع. يعني دانا، مثل ما شفنا هو العمل مقسم وكل واحد له عمله، عدد المتطوعين عم يكبر يوم بعد يوم، كيف عم بتكون اجواء العمل؟ كل يوم عم تستقبلوا متطوعين جداد او هن فقط يلي الاشخاص يلي بمشروع بادر هن اللي عم يساهموا بالمبادره سكبه رمضان؟ هلا مشروع بادر استقطب مجموعه اشخاص تحت مسمى فريق تنظيمي لسكبه رمضان، وانا موجوده معهم كمشرفه. فهي بشكل اساسي احنا بنعمل على تنظيم فرق العمل اللي عم تشتغل على الارض. هلا هي فرق العمل بتنقسم، كل حدا له مهمه بترتيب يعني مهام معين، كل قسم في له طبيعه عمل. متطوعين في اشخاص كثير، طالما نحن السنه الخامسه عم نحكي، ففي اشخاص كثير تعودوا انه نحن ما بنقدر رمضان بدون ما ننزل على سكبه رمضان او اي مبادره من هذا النوع يعني. فنحن عم نحاول انه نحافظ على هي الاشخاص انها تحاول انه دائما تشاركنا، عم يعجبوا كثير بجو العمل، لهيك عم يضلوا مستمرين معنا سنه بعد سنه. هدول دائما موجودين من واحد رمضان بتلاقيهم نحن عم نستناهم. الشيء الثاني في عنا الاشخاص هي حابه تتطوع، دريت فينا عن طريق النت او عن طريق الفيسبوك، عرفت بالمبادره، حابه تساهم بوقتها لو بساعه من وقتها قدرت تكون معنا. في عنا حجز مسبق بيكون لفرق تطوعيه بتحب تشاركنا، اوقات حتى لشركات لمنظمات، اي حدا بيحب يشاركنا. في عنا ارقام التواصل موجوده على صفحه الفيسبوك، بيتواصلوا على رقم التطوع وبيحجزوا يوم كمان طبعا تحت تنسيق معين، انه احنا عنا عدد اشخاص معينين بيستقبلون المطبخ كل يوم.
وفي عنا الافراد اللي بتحب كل يوم بيومه تشارك. اول رمضان بيكون العدد لسه بلشوا العالم يعني عم ياخذوا على جو الصيام وهيك، بعد يومين ثلاثة بتلاقي العدد عم يكبر ويكبر، وأوقات عم نصل أكثر من 60-70 شخص باليوم، وكل ما زاد عدد الأشخاص طبعاً نحن بهمتهم يعني ماشية السكبة، حتى لو كان في عندك فريق تنظيمي وبيدخل باللحظات اللي عندك فيه عدد قليل، بس لا نحن الحمد لله يعني هلأ ما في ولا يوم أنه تعطلنا أنه ما عنا عالم متطوعين، لا دائماً في عنا وعم يجوا يساهموا لو ساعة من الوقت. يعني سنة عن سنة عم يزيد عملكم وعم يكون في لكم انتشار أوسع وأكبر. اليوم أنتوا عم تسعوا بهالموسم أنه توسعوا أكثر مجالكم وتوسعوا النطاق لحتى أكيد تشمل أكبر عدد من المحتاجين لهالسكبة. هلا نحن متواجدين هلا عنا نحن أكثر من 42 قطاع بدمشق وريف دمشق، وكل قطاع عنا بيحتوي على فريق تنظيم وللتوزيع. وسعتوا كمان على المحافظات دانا هالسنه، هذا الشيء جديد يعني بتعاون كمان مع فرق عمل عم تشتغل كمان، هو تابعين لمشروع بادر او فرق تابعين لمبادره سكرة رمضان، عفوا لمبادره بادر تابعين لمبادره سكرة رمضان، كمان فرق كامله عم تشتغل، وطبعا الفرق بتنقسم بين فرق اللي عم تشتغل وفرق اللي عم تتوزع. يعني الفرق بده يكون كثير عددها كبير لحتى تقدر تغطي الاشخاص بطريقه انه نحن نصل للكل. وحتى الداتا اللي عم تحصلوا عليها والاشخاص اللي عم تقدموا لهم هالسكبه كيف عم تكون رده فعلهم؟ كيف يمكن عم يشكروكم بطريقتهم؟ كيف عم تشوفوا رده الفعل؟ هلا رده الفعل كثير حلوه، يعني بتحسسك انه انا فعلا كل نهار اشتغلت كرمال اصل لهي اللحظه يلي انه شوف فيها اوقات يمكن طفل مبسوط، طفل هيك عنده بسمه بتخليك تنسي كل تعبك بقلب النهار. فنحن هي احلى يمكن فتره انه نحن خلص نهارنا وزعنا الوجبات بالوقت اللي محددينه، كان الاكل الحمد لله النوعيه الحمد لله انه الامور كلياتها كثير العالم معجبه بنوعيه الطبخ، يعني لها اهميه كثير كبيره طبعا، وحتى يعني كعدد الوجبات حتى الوجبه عم تكون كافيه انه الواحد فعلا انه انا يشبع فيها. انا ما بيهمني عدد وجبات ما تبع هذا الشخص اللي انا عم اعطيه الوجبه، يعني بيفرق معي النوعيه، بيفرق معي الاشخاص اللي فعلا هي بحاجه انا قدراني اوصل لها. هلا يعني قديش عدد الوجبات تقريبا يلي كل يوم عم توزعوها، والمناطق يلي عم توزعوها شو هي؟ هلا نحن ما فينا انه نعطيكي رقم معين لانه انه في انه بعض مطابخ غيرنا عم ياخذ الارقام يزود يعني ساي بروباغندا عليها للارقام. فنحن رقم معين حاطينه ببالنا والحمد لله اكثر عم نوصله. يعني عم نحققه ونطلع اكثر منه. يعني المهم انه نوصل للشيء للهدف اللي بدنا اياه. يعني مثل ما ذكرت هدفنا انه يشبع الشخص بوجبته اكثر شيء. اكثر ما نعطي انه ساوينا مثلا كذا عدد وجبه. هذا اهم شيء عندنا نحن، تكون وجبتنا كامله متكامله. يعني كمان في اكلات يمكن مشهوره فيها الشام، وهي يمكن دائما بتكون حاضره ضمن وجبتنا وافطارنا برمضان، شو اهم الماكولات اللي عم تقدموها؟ هلا نحن بشكل عام بنعتمد على اكلات الرز لانه اول شيء بتعد، ثاني شيء هي شيء بشبع. اكلاتنا الاساسيه الكبسه، المندي، البرياني، عملنا مجدره هالسنه. في يعني كل اكلات الرز نعملها نحن ضمن المطبخ، وبنعتمد حتى على التبرعات العينية عادة بهي الأنواع اللي بتتضمن وجبات الرز. فبناخذ الرز، البرغل، ممكن العدس، ممكن زيت السمنة، الدجاج، الخضار، ممكن حتى البصل، هي بشكل أساسي، وطبعا البهارات المتنوعة هي بشكل اساسي يعني بنعتمدهم. عم نشوف نحن هلا صور من المطبخ دانا، يعني الاجواء نحن مو اول سنه يعني بتكون ضيوفنا، وكل سنه بنعرف كيف هي بتكون كثير الاجواء حلوه، وروح العطاء موجوده عند كل شب وصبيه متواجدين بهالمطبخ، فالاكله بتطلع يمكن مليانه حب اكثر ما هو شغل يعني. صحيح. اليوم انتم كيف يعني بما انه صار في اكثر من مبادره بهذا الموضوع، بموضوع السكبه، بموضوع المطبخ اذا نقول الرمضاني، كيف بتقدروا انتم ما تتقاطعوا بالعمل بحيث انه توزعوا على المناطق فعلا تقدروا تكملوا بعض؟
هلا بيتم التنسيق يعني قصدي مع الجمعيات الاخرى، مع المشاريع الاخرى، المبادرات الاخرى؟ هلا طبعا نحن اجمالا لما انت عم تشتغلي مع وجهاء ومخاتير احياء فهن قدرانين بقى يغطوا انه كل مبادره شو تغطي عدد اشخاص، اكيد مو نفس الشخص عم ياخذ من اكثر من مبادره، لانه احنا بالنتيجه هدفنا نكمل بعض، مو الاشخاص نفسها تستهدف من اكثر من مبادره. فهذا الشيء موجود اكيد في تنسيق، لانه اذا ما كان في تنسيق فنحن ما وصلنا لعدد المطلوب من الاشخاص، في كثير اشخاص حتكون بحاجه لهي السكبه ونحن ما قدرانين نمرق لها اياها. يعني سكبه رمضان اكيد بتتعلق بالشهر الفضيل، اليوم شو محضرين للعيد؟ حاليا كل جهدنا موجود لسكبه رمضان، اي شيء ممكن مبادرات من اشخاص انه انا فيني اقدم شيء معين فنحن كرمالهم نعمل مبادره. حاليا تركيزنا الاساسي على سكبه رمضان. لا نصل للعيد شو بيصير معنا شغلات وتطورات اكيد حتكونوا يعني اول مين يدرى فيها. يعني سكبه رمضان ما بين السنه الاولى وهلا عم نشوف بموسمها الخامس، قديش هي كبرت؟ قديش فرق العمل والشغل بكل تفاصيله؟ هلا اكيد هي خبره متراكمه، عائله عم تكبر، نحن ما بناخذ انه كل سنه تكون محدوده بشيء معين، لا بالعكس العيلة فعلا هي عم تكبر تبع فريق التنظيم. قلت لك في اشخاص بتستنى سكبة رمضان لحتى تجي وتشاركنا وترجع هي الروح الحلوة اللي بتضيفها على السكبة، بتضيف همتها على السكبة فيها. كمان انتم تميزتوا بمبادرات اخرى ايضا غير سكبة رمضان، خبرونا عنها شوي. هلا احنا عاملين تقريبا 46 مبادرة بيتضمنوا شيء اغاثي، ترفيهي، تربوي، تعليمي، ثقافي، متنوع يعني الموضوع. غير المبادرات وإطلاقها في عنا كمان شيء تاني هو الورشات التنموية اللي منقدمها كنا مدار السنة، هي بشكل أساسي يعني، وكل مبادرة تحمل صفة معينة ودائما بنحاول الشيء التنموي يكون مزروع بكل مبادرة عم نعملها. يعني أبرز المبادرات هي بتكون بكل سنة شو هي؟ علاء خبرنا كيف بيتم توزيع المبادرات على السنة؟ لا حسب، لأن احنا كنا نحط خطة دائمة، كل خطة سنوية حطنا بس نحط الخطة حسب انه شو نلبي احتياجات المجتمع، يعني شو طالب المجتمع اكثر بنلبي له الاحتياجات اكثر اكثر. نحن عندنا كل 3 شهور تقريبا مبادرة، مثل عندك انه مبادرتنا الاساسية السنوية هي سكبة رمضان، بيجي عندنا انه بعد العيد انه مثل هذيك السنة الماضية عيدية بادرجي، عندك على الشتاء مثلا وزعنا ثياب وعلى هالمجال يعني. نعم. هلا ذكرنا بس وين موجود مطبخكم؟ هلا نحن متواجد، هلا مطبخنا الرئيسي بدمشق القديمه، مطعم القصر الاموي بحي النقاشه سوق الابابيه. في عندنا مطبخ بريف دمشق، ومطبخ بسويدا منطقه شهبه، وعندنا منطقه بمنطقه الساحل ببانياس منطقه الشيخ هلال. يعني اي حدا بيحب يشارككم بهالمبادره هي، ان كان بالتطوع ام كان بالمواد اللي ممكن تستفيدوا منها بسكبه رمضان، فيه يتوجه لهالمراكز؟ تمام. هلا نحن بشكل اساسي مستقبل المتطوعين بمطبخ مطعم القصر الاموي. يعني هذا المطبخ صرنا هلا 3 سنين عم نشتغل فيه، قبل كنا عم نشتغل مناطق ثانيه. هذا المطبخ موجود مثل ما ذكر علاء، فيهم يجوا بالوقت اللي بيناسبهم، لو ساعه من وقتهم نحن كثير بنكون متشكرينهم. اذا كانوا فرق بس بيتم التنسيق على رقم التطوع الموجود على صفحة سكبة رمضان على الفيسبوك. إذا كان حدا حابب يتبرع فبيتصل على رقم التبرع وبيقدم لنا مواد عينية حصرا اللي بتخص موضوع الطبخ. يعني احنا نتمنى لكم كل التوفيق، بنتمنى انه كمان تقدروا تحققوا هالسنة يلي بتتمنوه بسكبة رمضان، وتحيتنا ايضا لكل فريق العمل يلي عم يشتغل من كل قلبه لفعل الخير. شكرا كتير لوجودكم معنا اليوم. شكرا لك دانا، شكرا علاء، واكيد نتمنى دايما سكبة رمضان تكون حاضرة بكل الاحياء ان كان بكل المحافظات السورية، وان شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا كتير لكم. شكرا لحضرتك وشكرا لك استقبالكم لليوم. شكرا. يا هلا فيكم أريج.